بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب التاسع من الكتاب الثامن عشر، كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. إذا وقع سبي بعد حرب مع الكفار، فكان نظام الحروب في أيام النبي وإلى عصر قريب أنه يضرب الرق على الأسير، والآن تغيرت الأحكام، أولا بسبب إنهاء الرق على مستوى العالم، وأصبح الأسير له حقوق دولية بيستفاد به في تبادل الأسرى وفي الاتفاقيات وغير ذلك، ولابد أن يعامل معاملة معينة. فهذه الأحكام بنقرأها على ما كانت عليه معمولة قبل تغير الأحكام، أيام ما كان في سبي ورق. الآن في سبي لكن بلا رق، الآن الحرب ممكن يبقى في أسرى لكن بلا رق، لا يضرب عليه الرق ولا يستعبد فيباع. فهم؟ أيام هذه الأحكام كان إذا وقع سبي على امرأة في حرب بين المسلمين والكفار ضرب عليها الرق، فإذا ضرب عليها الرق صارت ملك يمين أمة. فهل يجوز لمن وقعت في نصيبه أن يطأها وهي كانت مزوجة لزوج قبله قبل أن يقع عليها الرق؟ يعني قبل الحرب هي كانت زوجة لمشرك، فهل السبي يفسخ العقد الذي كان بينها وبين زوجها المشرك، بحيث أنها بعد ذلك تكون بلا زوج وصارت أمة وصارت ملك يمين، فيجوز أن يطأها أم لا؟ هي دي المسألة. اتفق العلماء على أنها بسبيها ورقها انفسخ العقد بينها وبين زوجها. كويس، انفسخ العقد بينها وبين زوجها بالسبي والرق، وأنه يجوز وطأها عند الشافعية إذا أسلمت بعد استبراء رحمها. لابد أن تسلم، لأن لا يجوز الاستمتاع بملك اليمين عند الشافعية ومن وافقهم إلا أن تكون كتابية أو مسلمة، أما إن كانت غير كتابية أو مسلمة فلا يستمتع بها كملك يمين، ولكن يستمتع بها في الخدمة دون الوطأ، في الخدمة دون الوطأ. يعني لو وقع سبي على امرأة تعبد الأصنام فصارت ملك يمين عند رجل مسلم واستبرأ رحمها، لا يستطيع ويحرم عليه أن يطأها بملك اليمين. لماذا؟ لأنها ما زالت مشركة. لكن لو أسلمت له أن يطأها بملك اليمين. واضح؟ لا يجوز افتراش ملك اليمين إلا بمن يجوز التزوج بها، وهي المسلمة والكتابية فقط. ده مذهب الشافعية ومن وافقه. هناك مذهب يقابل مذهب الشافعية يجيز الاستمتاع بها وهي على أي حال طالما ملك يمين. مذهب الشافعية في هذه المسألة أحوط وننصح به، لأنه أكثر احتياطا، خصوصا أن الاحتياط مطلوب في الأبعاد. يبقى ينفسخ العقد الذي بينها وبين الزوج القديم بأول حكم بالأسر، ثم ضرب عليها الرق فصارت ملك يمين، فيجوز أن يطأها إن كانت أسلمت عند مذهب الشافعية بعد استبراء رحمها بحيضة واحدة،
فإن كانت حامل لابد أن ينتظر حتى تضع حيض حملها. فهمت الأحكام؟ طبعا الأحكام دي هتبقى معطلة في زماننا. لماذا؟ لتغير الأحوال، لأن الآن تؤثر ولكن لا يضرب عليها الرق، فليست ملك يمين. واضح؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 81 بعد 603,000، يقول: حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم، يعني انتصروا عليهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، لما الأسرى صاروا رقيقا بالأسر، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، لأنه كانوا مزوجات قبل ذلك. فبعض الصحابة بعدما صارت ملك يمين في يده وأسلمت خاف أن يقربها ويفترشها، لأنها كانت مزوجة بمشرك، زوجة لمشرك. فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي بالسبي، أي بالسبي، إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، فلو كن مزوجات انفسخ عقدهن. يبقى فهموا الآية بهذا المعنى، يعني المحصنات من النساء يعني المزوجات من النساء. المحصنات من النساء هنا المزوجات من النساء، يعني كل امرأة ذات زوج يحرم التزوج به، إلا يستثنى منهم إيه؟ إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي فانفسخ عقدها بالزوج الأول، ولكم إيه؟ أن تغشوهن. فهمت معنى الآية؟ أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، بمعنى حديث يزيد بن زريع، غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. ومعلوم أن عدة الأمة حيضة واحدة، بخلاف عدة الحرة ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار. وعن أبي قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وعن أبي قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج، يعني السبي ده كان لهن أزواج، فتخوفوا، يعني أي تخوفوا أن يستمتعوا بهن بعدما آلوا إليهن بملك اليمين. فأنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء، أي المزوجات من النساء، يحرمن إلا ما ملكت أيمانكم، أي بالسبي، فقد انفسخ العقد الأول. وعن أبي قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. معلوم أن الولد ينسب لأبيه إذا كان عقد على امرأة بعقد صحيح أو شبهة
او وطئ شبه. يعني نسبة الولد لأبيه بإيه؟ بثلاث طرق، إما أن يكون عقد على امرأة فوضعت بعد 6 أشهر من العقد، كويس، مع جواز وجود وقوع الخلوة اللي هو أدنى مدة وضع، أو بعد عقد فيه شبهة فحملت منه ووضعت ينسب له أيضا، أو بعد وطئ شبهة فحملت منه ينسب له أيضا. يبقى ينسب الولد لأبيه إذا كان بوطئ شبهة أو بعقد فيه شبهة أو بعقد صحيح. طب بغير هذا يبقى اسمه زنا، فلا ينسب لإيه؟ للزاني، لأن ماء الزنا ماء غير محترم فلا يثبت به النسب. واضح؟ وعنه به قال: والولد للفراش، يعني ايه؟ يعني لصاحب الفراش، يعني لصاحب العقد الصحيح. ادي معنى. الفقهاء بقى يقول لك ايه؟ طب افرض واحد عقد على امرأة وهي في الشرق وهو في الغرب ولم يلتقيا فوضعت، ينسب له ولا لا؟ شوف السؤال. يعني واحدة في ماليزيا وراجل قاعد في المغرب تزوجوا بالوكالة، فبقى في عقد صحيح. زوجته جت هي وضعت في ماليزيا بعد هذا العقد بسنة، يبقى الولد ابن مين؟ ما احنا قايلين الولد لصاحب العقد، يبقى الولد ابن مين؟ وهنا لم يثبت ان حصل خلوة. الاحناف قال لك يبقى ابن ابوه اللي في المغرب. الاحناف يقول لك ينسب له. ها؟ ملوش دعوه. ملوش دعوه ايه اللي حصل. شرعا ينسب له، ديانة حقيقة يمكن مش ابنه. بس شرعا هينسب له، الواد ده يطلع من حقه يطلع يلاقي له اب يصرف عليه. فهمت ازاي؟ فابو حنيفة يقول لك من حيث الشرع حتى لا يضيع الاولاد ننسبه له لانه صاحب العقد. فهمت ازاي؟ طيب والشافعية قال لك طالما لم يثبت ايه؟ اللقاء، يبقى مش ابن. وين في ابن؟ يبقى فيها مسألة خلافية. إذا لم يثبت ايه؟ اللقاء. فهمت؟ لكن لو ثبت اللقاء خلاص انتهينا. بالإجماع خلاص الولد ابن أبوه. ابن صاحب العقد. أدي معناه الولد للفراش، يعني لصاحب العقد. واضح؟ وتوقي الشبهات. يبقى ما ينفعش رجل يزني بامرأة ثم تحمل ثم تضع بعد مثلا ثم يتزوج بها وهي حامل، عشان بلغة المصريين يقول لك عشان يستر ايه؟ يستر المسألة. فتضع بعد 4 أشهر فينسب له، هذا خطأ، لا ينسب له برضه. لأنه طالما وضعت بعد أقل من 6 أشهر من الدخول يبقى لا ينسب له. ليه؟ لأن هذا الماء كان عندما وقعها كان ماء زنا، وماء الزنا لا ينبني عليه إرث ولا ينبني عليه نسبة. ينسب لأمه ولا ينسب لإيه؟ لا أبا له. لا أبا له من حيث الشرع. ليه؟ لأن الأبوة في الشرع بينبني عليها الإرث، وينبني عليها التحريم بالنسب، وينبني عليها حقوق أخرى. فهمت إزاي؟ فالمسألة العقد هو اللي بينبني عليه بعد ذلك الحقوق كلها. لو بعد هذا ولد البنت هيحرم بنت لهذا الولد الزنا؟ لو زنى بامرأة ثم وضعت بنتا مثلا، هذه البنت ثم تزوج هذا الزاني بامرأة أخرى فأنجب ولدا، فهل هذا الولد يمكن أن يتزوج هذه البنت التي كانت من ماء أبيه في الزنا ولا تبقى أخته؟ عند الأحناف والمالكية يقول لك يحرم، وعند الشافعية يجوز، وفي قول عند المالكية زي الشافعية يجوز لأنها مش أخته. ليه؟ لأن الأخوة تثبت بالعقد وليس بالماء فقط. فهم؟ فالأحناف عندهم قال لك لا، لأنها من نفس الماء احتياطا تبقى ما تنفعش يتزوج بإيه؟ بأخته التي كانت من ماء زنا.
من ماء زنا ابيه يعني. واضح؟ والشافعي يقول لك دي مش اخته اصلا، دي لا ترث ابيه ولا تنسب له، دي مش من العيله اصلا. فهمت ازاي؟ وبالتالي له ان يتزوجها. يبقى فيها مساله خلافيه، وننصح بمذهب الاحناف احتياطا. ننصح بمذهب الاحناف احتياطا. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه، انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من والدته. القصه ايه؟ ان سعد بن ابي وقاص كان ليه اخ اسمه عتبه بن ابي وقاص وكان كافرا. عتبه بن ابي وقاص قال له ان الامه التي عند زمعه عند ابي زمعه الامه دي انها حملت منه، وهي امه ملك مين؟ ابو زمعه. كويس. فابو زمعه الامه ملكه، يبقى هو صاحب الفراش. كويس. فلما وضعت هذه الامه عتبه اوصى اخيه سعد قبل ان يموت انه ياخذ هذا الايه الولد لان ده ابنه، فرايح ياخده سعد بن ابي وقاص لان ده ابن اخوه. فعبد بن ابي زمعه قال لا ده اخويا انا، ده الامه دي كانت ملك ابي، ده اخويا انا ازاي تاخده انت؟ فهم؟ فاختصموا امام النبي. الواد شبه عتبه الخالق الناطق. فهمت ازاي؟ يعني من حيث الشبه ده شبه عتبه بن ابي وقاص، لكن ايه؟ كان من امه تحت ابي زمعه. فهمت ازاي؟ فالنبي حكم في المسألة ايه؟ قال الولد للفراش، يبقى هو لك يا عبد، خده انت ده اخوك. وبعدين قال لأم المؤمنين ستنا، كانت ستنا مين؟ ميمونة، مش كده برضو؟ قال لها او سودة، سودة بنت ابي زمعة، ستنا سودة. قال لها واحتجبي عنه يا سودة. يعني ايه؟ يعني حكم من باب الاحتياط، من باب الاحتياط ان ستنا السوداء تحتجب عنه لانه في شبه من عتبه، فهو شيء يبدو انه مش اخوها فعلا. وفي نفس الوقت حكم في الشرع، في الشرع لرفع الخصومه بمن له الفراش. فهم؟ يبقى القاضي يحكم بالشرع ولا يحكم بالحقيقه. الحقيقه اللي يحكم بها ربنا، لكن القاضي يحكم بالشرع. الشرع اللي هي الظواهر، الامور الظاهره. فهمت بقى ازاي؟ لرفع النزاع. طب والحقائق اللي يعلمها ربنا هو اللي يحكم بيها. فهمت بقى المساله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاط من باب الحقيقه وقال لستنا سوده بنت زمعه ايه احتجبي عنه يا سوده، احتياط عشان في شبه بينه وبين عتبه. وفي نفس الوقت الحكم الشرعي ان الولد للفراش، فهي حملت وهي تحت فراش رجل معين، فحكم به لعبد. فهمت القصه بقى؟ نقراها عشان نفهم. اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبه ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه، انظر الى شبهه. عايز يبين قرينة يعني بالشبه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من والدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر. وللعاهر الحجر يعني إيه؟ الـ 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 يعني معنى المنع، يعني الحرمان من النسبة. والعاهر
العاهر الزاني يحرم من النسب. الحجر هنا بمعنى ايه؟ النسبة. الحجر بمعنى الحجر، بمعنى المنع. وللعاهر يعني للزاني، الحجر يعني ايه؟ المنع من النسبة، فلا ينسب لمائه ولد. فهمت بقى ازاي؟ واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، احتياطا يعني. سودة كانت زوجة النبي. قالت: فلم يرى سودة قط، ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد. لان لو حكمنا بالشبه، طب ما في ناس بتبقى شبه بعضها وهم يمكن ما مش قريب بعض خالص، مش بتحصل؟ تحصل ولا لا؟ يعني انا اعرف واحد قابلني مره بيقول لي: انت في واحد شبه طبق الاصل قابلته في الحج وكان من المغرب، مغربي. طب انا هنا في مصر، ابويا عمره ما راح المغرب اتجوز واحد، عمره ما سافر الا للحج، يعني ابويا عمره ما ركب الطياره الا لما حج بس ورجع ومات. فهمت ازاي؟ مفيش احتمال ابويا مثلا رجل اعمال يبقى اتجوز، راح كان ايه بيسافر كتير ويبقى اتجوز واحده من ورانا في المغرب ولا حاجه. فالشبه ممكن يحصل، يبقى واحد من المغرب واحد من المشرق وشبه بعض. فالنبي ما يحكمش بالظن، الشبه ده ظن. فهمت بقى ازاي؟ لكن اليقين هي تحت فراش مين؟ فهمت بقى المساله؟ فعلشان كده القاضي يحكم الشبه، ما حدش يقول الشبه دي قرينه تجعله يحكم بها، لا، ده ظن. والقاضي ما يحكمش بالقرينه التي تحتمل الظن. لكن المتيقن منه ايه؟ ان الوليده دي، الامه دي، كانت في فراش مين؟ في فراش زمع، وزمع كان ياتيها ويطأها. يبقى لو حملت يبقى من زمع. فهمت بقى ازاي؟ انا ممكن نعرف بالدم، ممكن علينا مالناش دعوه حكايه الدم دي. الدم ينفي النسب ولا يثبته، ينفي فقط ولكن لا يثبت. احنا عايزين نثبت النسب مش ننفي النسب. فهمت؟ الدم اللي هي الاي بي او سيستم ده، اللي هو بتاع فصائل الدم ده، ده ممكن يقول لك ده مش ممكن يبقى ابنه، لكن ما يقدرش يقول لك ده ابنه، يعني ينفي ولا يثبت. واحنا في قضيه اثبات نسب. فهمت المساله؟ هتاتي بعد كده اثبات النسب بطرق اخرى غير ان الفراش، القيافه، هتيجي دلوقتي. وان كان الاحناف ما خدوش بيها، انت حنفي؟ ما خدتوش بيها احناف. ايوه ايوه ده في القيافه. القيافه دي علم تاني هنيجي نشوفه دلوقتي. ده مش بالشبه بس، ده بيبقى علم تاني، بيبقى فيه ادله اخرى غير الشبه كمان. واخد بالك ازاي؟ التكوين الجسماني، شكل الاصابع، شكل تجاعيد الجلد، حاجات كده يعني تانية غير مجرد الشبه فقط. ده علم تاني، وهذا العلم على اي حال انقرض، ما بقاش في حد بيعمل بيه دلوقتي، لانه ما فيش حد بيفهم فيه. يعني انقرض مع ايه؟ مع كثير من العلوم التي انقرضت. فنشوف هنا على اي حال. وعن أبي قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكر وللعاهر الحجر. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وعن أبي قال: وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى ابن حماد وعمر الناقد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة، وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة.
وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة. وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ومرة عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. يعني مرة بواسطة ومرة بغير واسطة. باب العمل بإلحاق القائف الولد. القيافة ده علم كانوا يعرفوا بيه من التكوين الجسماني ان ده ابن ده، اسمه القيافة. باب العمل بإلحاق القائف الولد. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، يعني باين عليه أثار الفرح يعني. دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا، آنفا يعني من وقت قريب، يعني نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. كان في شك في إيه؟ في نسب سيدنا أسامة بن زيد لأبيه زيد. العرب كانت بتشك في هذا لأن كان أسامة أبيض أشقر أبيض، وده زيد، وأسامة كان أسود شديد السواد، كويس؟ فإزاي واحد أبيض ينجب ابن أسود بهذه الصورة؟ طب ما هي أمه أم أيمن حبشية سوداء، طلع لأمه، إيه المشكلة؟ فهم؟ ما هي أمه كانت حبشية سوداء اللون، لكن العرب كانوا يعتقدوا انه ايه الولد يطلع لابيه، فازاي ايه ام ايمن الحبشية تجيب ولد اسود زيها وتقول ده ابن زيد؟ فاكيد ام ايمن دي ايه جابته من ماء غريب، فكانوا بيتشككوا هذا الكلام ده، وكان في اذهان الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ان اسامة ابن زيد، كويس، اسامة ابن زيد اسود لابيه ابيض، بس ده ابنه، وكانت ايه ام ايمن زوجة له، زوجة لابيه، واضح. ومرت الايام، الكلام ده من ايام ما كانوا في مكة بيقولوا الكلام ده، مرت الايام لحد ما جاء في عام الوفود مجزز، ما عام الوفود ده عام التاسع من الهجرة. مجزز ده جاي من قبيلة اسمها بني مدلج وكانوا مشهورين بعلم القيافة. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة نايم، كان عنده حوالي 15 سنة أو 16 سنة، وسيدنا زيد بن حارثة نايم، ده قبل عام الوفود على فكرة، جم قبل ليه؟ لأن زيد بن حارثة مات في مؤتة، مات في مؤتة، يبقى الحادثة دي كانت قبل عام الوفود، يبقى جاءه إيه يمكن عام 6 مثلا ولا حاجة. فكانوا نايمين الاثنين كده في حجرة النبي ومتغطيين، ورجليهم بس اللي باينة، رجلين بيض ورجلين سود عاملين كده، وداخل مجزز من بني مدلج بيسلم على النبي، السلام عليكم يا رسول الله، هذه الأقدام من هذه الأقدام، وتنو قاعد. يعني أول ما شاف قدم ده وقدم ده عرف إن القدم دي من القدم دي، يعني ده ابن ده. غلبت عليه صنعته لأنه بيعرفها من الرجلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرح بالحادثة دي جدا، ودخل على ستنا عائشة فرحان وقال لها ايه ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض؟ يبقى النبي استأنس بها، مش عمل بالنسب بيها، ده هو منسوب لزيد من الأول، عشان كده الإمام أبو حنيفة قال لك ده النبي ما خدش بالقيافة، ده استأنس بها فقط ولم يثبت النسب بالقيافة، ما هو نسبه مثبوت من الأول، ده هو أسامة بن زيد طول عمره، فهمت؟ ده نسبه مثبوت من الأول، هو احنا نسبناه لما جاء مجزز، فهمت ازاي؟ ده بيقول للشافعية كده يا شافعية، لأن الشافعية قالوا يجوز العمل بالقيافة في إثبات النسب، أبو حنيفة قال لهم لا،
لا يجوز هذا. طبعا ما كانش فيه معاصرة بين الامام ابو حنيفة وبين الامام الشافعي، احنا بنتكلم تلامذة ابو حنيفة بقى بيردوا على الشافعية، فهمت؟ فالامام ابو حنيفة قال ان القيافة ايه لا يثبت بها النسب، ولكن يستأنس بها ولا يثبت، والنبي استأنس بها ولم يثبت النسب بها. والشافعية قالوا لا، النبي اثبت النسب بازالة الشك في النسب، لان كان هناك الشك عند الناس فجعلها دليل لازالة الشك، فلما يجعلها دليل لازالة الشك فيبقى صارت معتبرة، فهمت؟ وعن أبي قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمر قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وعنه به قال وحدثناه منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حان قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم، وزاد في حديث يونس وكان مجززا قائفا. باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. لو رجل متزوج امرأة ثم تزوج أخرى، فإذا دخل بالأخرى له أن يمكث عندها مدة دون القسم بينها وبين الزوجة الأولى، هذه المدة إن كانت بكر 7 أيام، وإن كانت ثيب يعني سبق لها الزواج 3 أيام، ثم بعد ذلك يقسم بين الزوجات، واضح؟ يعني يدور عليهم. لكن لو واحد مالوش الا زوجة واحدة خلاص مش محتاج المسألة دي، هو ما عندوش الا هي، هيروح فين يعني؟ هيبات في القهوة ولا في الشارع، فاهم؟ او قاعد معاه وخلاص، هو ما عندوش غيرها. لكن احنا بنتكلم لما يكون ايه عنده اكثر من زوجة، تزوج اخرى او ثالثة او تزوج رابعة، ولا حول ولا قوة الا بالله، وان اليه لله وان اليه راجعون، لان هنكبر عليه 4 ان شاء الله من اللي هيجراله. فيبقى في الحالة دي يبقى ايه، اذا كانت سيد يمكث معها 3 ايام، وان كانت بكر يبقى 7 ايام. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة، أم سلمة كانت سيب سبق الزواج بأبي سلم، تزوجها النبي أقام عندها 3، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني بعد 3 أيام قال لا ده حقك، وليس لك علي يعني لك هوان على أهلك، يعني علي أهلك، هنا يقصد نفسه، يعني مش أنا هتركك عشان أنت هينة علي، ده من باب طردية خاطرها. وإن شئت سبعت لك يعني كملت معك 7 أيام، بس بعد كده هقسم للزوجات كل واحدة 7 7، وإن شئتي درت مشيت الوقت ودرت عليك وإيه، ويبقى كل واحدة يوم يوم يوم. فإيه فاختارت إن هو يتركها، ليه؟ لأنها واختارت 7 كان هيرجع لها بعد مدة أطول، فهمت بقى إزاي؟ عندهم ذكاء برضه يحسبوه. أقام عندها 3 وقال إنه ليس بك على أهلك هوان،
يعني ليست هينه عند ايه اهلك، يعني عند زوجك، اهلك هنا اللي هو زوجك اللي هو نفسه يعني. ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنساء، يبقى كل واحده تاخد سبع، فهم؟ وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين تزوج ام سلمة واصبحت عنده قال لها ليس بك على اهلك هوان، ان شئت سبعت عندك وان شئت ثلثت ثم درت، قالت ثلث فاختارت انه يثلث. وعنه به قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمة فدخل عليها فاراد ان يخرج اخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو ضمره عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال حدثني ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عبد الواحد بن ايمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ام سلمه رضي الله عنها ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر اشياء هذا فيه، قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنه شيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، لأن البكر بتبقى لسه حديثة عهد بزواج وحديثة عهد بحياة جديدة وقليلة الخبرة فتحتاج الإقامة معها أكثر لتأنسها ولتعودها على الحياة الجديدة، إنما السيب لها سابقة خبرة بالرجال والزواج فيكفيها ثلاثة أيام. هذه المسألة مراعاة لحال كل واحد. إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقته ولكنه قال السنة كذلك. والصحابي لما يقول السنة كذلك كأنه رفعه، كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه، يعني ايه؟ يعني أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعا، قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.